بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are here at Brother Zahid's residence to give 102 zakat and sadaka food packs to the most needy families from Ngong, Olekasasi, Olekasasi B, Olekasasi A, Kware and Gataka. We had already sent 8 food packs to Isiolo from number 225 to 232. Today we are giving 102 food packs from number 233 to number 334. May Allah accept your zakat and sadaka. This is the Imam from Kware Mosque and he would like to make dua for us. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Hassan, Imam kutoka Kware Mosque. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na pia tunashukuru hawa ambao wametuletea zaka na sadaka. Hii ni chakula. Tunashukuru Mwenyezi Mungu awazidishie زايدي كلكو هي لمغا وجزاء خير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين وتب علينا يا مولانا انت التواب الرحيم آمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين امين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه آمين. وفي الاخره حسنه امين وقنا عذاب النار امين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا امين وهب لنا من لدنك رحمتك انك انت الوهاب امين اللهم انا نسالك من كل خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم امين ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم امين اللهم اهدنا الصراط المستقيم امين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم امين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاك الله خير وبارك الله فيكم.